بسم الله الرحمن الرحيم. قامت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار بالإشراف والمتابعة على إعادة تأهيل 11 محطة ضخ ري وبزل ضمن المرحلة الرابعة والخامسة لمشروع الرماد الإروائي ضمن قاطع الجزيرة أيسر نهر الفرات، وبتمويل مباشر من قبل منظمة الغذاء العالمي. وهذه المضخات تخدم مساحة تقريبا أكثر من 35 ألف دونم، والتي ساعدت في استقرار وعودة الأهالي ورجوعهم إلى مناطقهم، ومما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين المستوى الاقتصادي والمعاشي للأهالي. المهندس محمد عبد الرزاق عبد العزيز، مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار.